أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. في المغرب نبقى إذ لا تزال مدينة جرادة تبحث عن حل منذ نهاية العام المنصرم. تاريخ مقتل شقيقين كان يستخرجان الفحم من أحد مناجم المدينة. الحكومة أعلنت عن محفزات ووعدت ببدائل لاستيعاب أعداد العاطلين عن العمل، لكن الواقع لا يزال هو نفسه. لذا اضطر المواطنون للعودة من جديد للتظاهر من أجل الضغط على الحكومة للإيفاء بتعهداتها في العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش السكان والابتعاد عن المعالجة الأمنية للأزمة. فما هي الأسباب أو أسباب استمرار هذه الاحتجاجات في المدينة، ولماذا لا ترصد لها الإمكانيات المطلوبة للاستجابة لبعض مطالب على الأقل المواطنين هناك؟ البداية مع تقرير زميلنا نبيل عبد الله والذي فيه مزيد من التفصيل في الموضوع. عاد الهدوء لمدينة جرادة شرق المغرب بعد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين خلفت إصابات في الجانبين. هدوء تظل معه مطالب السكان قائمة يتصدرها إيجاد بديل اقتصادي وإحداث مشاريع تنموية بالإقليم الذي عانى من التهميش لعقود طويلة، لينضاف إليه مطلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفيات الأحداث الأخيرة. الحكومة المغربية هو على لسان عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن جادة في تنزيل البرنامج التنموي لمدينة جرادة، وأنها تتحمل مسؤولياتها وتعترف بأخطاء الماضي في حق العديد من المناطق، وأن المئات من المطالب قدمها السكان للحكومة لكن بعضها تعجيزية مثل مجانية الماء والكهرباء، وهذا مستحيل. مراقبون يرون أن الاحتجاجات ليست كلها بريئة، بل هناك أيادي خفية تحركها مصالح سياسوية ضيقة لبعض الفصائل مع تعاظم لوبي اقتصادي يستفيد من معاناة السكان في استخراج الفحم الحجري الذي تخلت عنه الدولة لارتفاع كلفة إنتاجه. ويبقى الوضع بالمدينة مشوبا بالحذر في ظل تمسك السكان بتحقيق مطالبهم بشكل عاجل، بينما ترى الحكومة أن تنفيذ المشاريع وإيجاد بدائل اقتصادية يتطلب وقتا ضروريا لذلك. إذن مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع أرحب مجددا بالزميل الكاتب الصحفي أشرف طريبق معي من الرباط. أشرف، هل يمكن القول بأنه ما يعانيه قطاع الصحة على سبيل المثال كما كنا نتحدث هو نفسه ما تواجهه مدينة جرادة والمطالب التي يرفعها السكان هناك، بمعنى قلة ذات الحيلة لدى الحكومة وهناك إمكانيات مادية ضعيفة جدا، لذلك ما زلنا نرى الاستمرار في هذه الاحتجاجات، ما زلنا نرى كذلك مطالبة السكان تحسين ظروفهم وتخفيف من وطأة الفقر ووطأة البطالة، لكن الحكومة تقدم بدائل لكن ليس هناك شيء ملموس على الأرض، يعني على الواقع. نعم، أعتقد أن المقارنة ما بين الإضرابات التي تخوضها فئة الأطباء وما يقع من حراك جرادة هي مقارنة غير سليمة، لأنه إضراب فئة الأطباء يتعلق بطبقة أو فئة اجتماعية وسطى، يعني على الأقل يعني تستطيع أن توفر السكن والملبس والغداء ووسائل التنقل لها ولأسرها. عندما نتكلم عن حراك جرادة فإننا نتكلم عن معاناة المدينة يعني منذ يعني نهاية هذه التسعينات، ومرتبط بإقفال ملاجئ فحم حجري كانت في المدينة وكانت هي مصدر الشغل الرئيسي لساكنة المدينة آباء وأبناء. نعم. للأسف الشديد هذه العملية الإغلاق لم تبرمج بالشكل العادل، واستطاعت أن تجهز على عدد من المهن وعدد من الوظائف التي كانت مخصصة لساكنة المدينة، مما أثر على وضعها الاجتماعي. الدولة آنذاك والحكومات المتعاقبة آنذاك لم تتعامل بالشكل اللازم والمطلوب مع هذه الإشكالات الاجتماعية، مما نتج عنه تزايد الاحتقان، نتج عنه فقدان الثقة،
نتج عنه اختفاء في سقف المطالب، نتج عنه تقليل نسخة حراك الحسيمة، نتج عنه تعبئة على مستوى كل ساكنة مدينة جرادة، يعني أسرا وشبابا وشيبا، ولا سيما بعد وفيات تمت داخل ما يسمى بالصندريات أو الآبار التي استخرجوا منها الفحم الحجري بشكل غير قانوني. نعم. مع استمرار لوبيات التي تشتغل في الفحم الحجري إما برخص مسلمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن أو بشكل غير مرخص، كل هذه الإشكالات أدت إلى إنتاج هذا الحراك. هذا الحراك لا يتعلق فقط بمدة المطلب الإثباتيات، هو يتعلق بإعادة الثقة ما بين الحكومة وما بين هؤلاء المحتجين. يتعلق الأمر إعادة الثقة، نعم. طيب طيب قادرة على التعامل مع هؤلاء. للأسف الشديد الدولة تعتمد على نخب ليست لديها المصداقية وليست لديها الثقة حتى تتعامل مع هؤلاء المحتجين. ابقى معي، سأعود إليك أشرف طليبق إلى رباط الآن. مشاهدي الكرام، معي هناك الأستاذ عبد العزيز سلامي، رئيس مرصد السياسات العمومية بالمغرب. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. إذا هل فعلا ما يحصل في جرادة احتجاجات مستمرة ثم تهدأ ثم تعود، الآن الأمور هادئة نوعا ما، لكن هذا دليل كما يقول الكثير على عدم وجود ثقة متبادلة بين الحكومة وبين هؤلاء المواطنين يعني؟ نعم سيدي، شكرا على الاستضافة. فعلا كما قلت، وعود الحكومة لم يأخذها المتظاهرين على محمل الثقة. هذا الحراك الاحتجاجي الذي انطلق يعني قبل حوالي 4 أشهر بعد وفاة شابين إثر انهيار منجم فحم، نعم، الساكنة خرجت لتطالب ببديل اقتصادي. الساكنة خرجت يعني في إطار صداع احتجاجي تعرفه مجموعة من المناطق في بلادنا. احتجاجات يعني في العام الماضي في بلادنا من البلاد، في مدينة شبه الماء شبه الماء الكاثوليك ذكرنا مسيرة العطش، في تجربة الآن في شرق المغرب شبه الماء الكاثوليك الذي ذكرنا يعني نواحي الإقليمية. هذه الاحتجاجات السلمية والمشروعة وجهت للأسف الشديد من طرف الحكومة بمقاربة خاطئة، مقاربة يتم يعني كما رأينا الآن في جرادة مقاربة أمنية، أو كما راينا في التعاطي مع حراك الريف مثلا، ان هذا استفزاز للشعور المختشي اولا، لان لا يجب ان ننسى ان المغاربه يحتجون ويتدافعون ويناضلون، ولكن يعني يؤمنون يعني بوحده البلاد من كما يقولون من السعوديه الى الكردان. هذه الاساليب التي وجهت بها الحكومه للأسف هي التي أفقدت يعني هذا معي ثقة كما تقول. طيب سيد عبد العزيز، ما طرحته الحكومة من بدائل ألا يمكن أن يفي بالغرض؟ الحكومة، وسمعنا وزير الحكومة يقول في جلسة برلمانية أن الحكومة أعدت برنامجا طموحا، وأتى نفس الوزير بعد قبل أيام ويقول بصيغة التهديد بصيغة تخويف المحتجين، الحكومة في حاجة إلى مهارة سياسية، الذي يبدو هذا البلاد كله في حاجة أولا إلى مهارة سياسية قبل أن يعرض الحلول الاقتصادية، ولكن للأسف الشديد يعني يتم سلوكها في مرحلة معينة إلى حين يعني سرعان ما يتم إغلاق ذلك القوس. فما مرحلة 20 فبراير وإطلاق الأقرى تم اغلق القوس الديمقراطي الى اخره، البديل الحكومه الذي يجب ان تقوم به لتوفيق الغرض كما تقول هو العمل على ارساء العداله الاجتماعيه من شمال البلاد الى جنوبها وضمان الكرامه الانسانيه للمواطنين والقطع مع ثقافه الريع وتبني مبادره المسؤوليه بالمحاسبه، لان هذا هو الذي يدفع المواطن للاحتجاج اليوم. هاجس الخوف تكثر لدى المواطن بعدما يرى على الذين في استقامة الوطني هم الذين يعني يستهلكون المال العام.
يتباس من العقاب وبالتالي اي اجراءات مدعيه حقيقيه وناشعه واضح عموميه حقيقيه وناشعه. سيد عبد العزيز ابقى معي، سأعود إليك. أشرف طريبق، هل فعلا ما يحرك المواطنين هم حاجتهم فعلا، وضعهم الاجتماعي، الفقر، البؤس، البطالة، أم أنه كما يقول بعض أن هناك بعض اللوبيات الاقتصادية التي كانت تستفيد حتى من استخراج الفحم بالطريقة غير قانونية الذي أدى إلى مقتل بعض الأشخاص، هي كذلك من تذكي هؤلاء المواطنين، تدفعهم إلى الخروج؟ ولذلك في بعض الأحيان نرى هذا التعامل يعني القوي من الحكومة مع المتساكنين هناك. نعم، إذا تأملنا الشعارات التي رفعها المحسن زون سنجدها تتمحور حول ثلاث محاور أساسية، ما يشكل يعني ثلاث المطالب التي يطالب بها ساكنة مدينة شرابة. الأمر الأول هو ما يسمى بالبديل الاقتصادي، يعني وهذا كما قلت سابقا هو مرتبط بإغلاق مناجم الفحم الحجري، لم تتوفر شرابة على أي بديل اقتصادي مشابه. الأمر الثاني وهو المتعلق بفواتير الماء والكهرباء، يعني من جهة ساكنة يطالبون بإعفائهم من أداء الفواتير المترتبة عليهم، والدولة في هذا الملف حاولت أن تخصص لهم إعفاء يمتد فقط لمدة 6 أشهر، يعني إعفاء لعدم الأداء، لكن في المقابل يؤدم بذمتهم بالتقسيط. والأمر الثالث هو رفض المسؤولية بالمحاسبة ومحاسبة هؤلاء البارونات المتورطة في وفيات هؤلاء الذين قضوا نحسهم يعني داخل المناجم الفحم الحجري أو ما يسمى بالصدريات. هذه باختصار هي المطالب. طيب، يعني عرفت جرادة واحد مرحلة فراغ معينة يمكن أن نسميها مرحلة دراسة سنة الحلول المقدمة من طرف الحكومة أو من طرف الوالي. استمرت هذه تقريبا ما يقارب أسبوع أو 10 أيام. انقسم يعني قادة الحراس إلى قسمين، قسم يقول يعني هذه تنبي على الأقل الحد الأدنى من المطالب، وهناك ما يقول على أنه رغم أن هناك بعض الأمور جيدة إلا أن الأمور الأخرى غير واضحة. ما الذي وقع؟ وزارة الداخلية تمسكت بقمع الاحتجاجات، يعني بمجرد أن تقوم بعض الاحتجاجات البسيطة هنا وهناك تحاول أن تعمل على قمعها. هذا السلوك الأمني ولد في المقابل رد عنف خطير جدا، يعني جرادة عرفت إحراق حافلات رجال الأمن وعرفت إصابة المئات من رجال الأمن. هذا الرد العنيف الذي لا يتجاوز تماما مع حجم المطالب الذي يطرحه السكان هو الذي أدى إلى احتقان الأوضاع. طيب، بالإضافة إلى عنصر غير الثقة الذي تكلمنا عنه، بالإضافة إلى عدم تقديم هذه المطالب بشكل رسمي، عدم الدخول في التفاصيل، عدم توقيع محاضر مع ممثلي هذه لجنة الحراك أو ما يقودون هذا الحراك، كل هذا بطبيعة الحال سيقودنا إلى الأفق المسدود. وما أعتقد جرادة هي إلا تمرين بسيط يجب أن تتوفق فيه الحكومة، وإلا ستجد نفسها ما بين نار متناثرة، شعلة هنا وشعلة هناك. لا ننسى أنه كان احتجاج في الحكيمة وسبقة أحدث في كازا، وقد عرفنا في منتصف الألفية يعني عرفنا احتجاج في سيدي إفني وكذا، وبالتالي لا بد على الحكومة أن تحسن تعامل مع مثل هذه التمارين الاجتماعية، أن تتوفق في المعالجة التفصيلية داخل الملفات عبر وسطائها، عبر الوالي، عبر العامل، عبر المنتخبين الذين يتميزون بالثقة. للأسف الشديد عدد كبير من المشاكل التي تظهر في داخل المدن أسبابها منتخبون يمثلون أحزابا سياسية بعينها، يعني للأسف الشديد لا يوفقون في طرح مطالب المواطنين والدفاع عنها. أيضا يتورط فيها بعض ممثلي الوزارة الداخلية العمال الذين لا يوفقون في التعامل بالمطلق، وفي مستوى ثاني في طبيعة الحال الحكومة التي يعني لم تعرف طريقها المباشرة. سأعود إليك أستاذ أشرف، ابقى معي لو سمحت لي. أستاذ عبد العزيز سلامي، يعني هل فعلا مثل هذه التحركات الاجتماعية كل واحدة عندها صورة وشكل معين، الأطباء بشكل، جرادة بشكل، ربما الحسيمة بشكل، ربما قطاعات أخرى كذلك، رئيس الحكومة يؤكد أن المواطنون لهم كل حرية في التظاهر وفي المطالبة بالحقوق وفي حتى الضغط على الحكومة عبر الوسائل القانونية والمسيرات الاحتجاجات السلمية، وهذا شيء
إيجابي دعنا نقول يحسب للجو العام الموجود في المغرب، جو هذا الانتقال الديمقراطي. لكن هل ما زال برغم كل هذا التفهم الرسمي لهذه المطالب، هل ما زال هناك فعلا يعني سوء حكامة، سوء تدبير؟ هل ما زال هناك التعامل ليس فعلا مضبوط بقوانين ونظم معينة يجب ربما ما يمكن تسميته بالتمييز الإيجابي؟ لأن هناك مناطق فعلا تحت الصفر، وهناك مناطق ممكن يعني حالها يعني ميسور. ما هو سبب فعلا استمرار مثل هذه الاحتجاجات كل مرة في مكان معين من المغرب؟ أولا بالنسبة لرئيس الحكومة كما قلت، سمعنا أنه يعني أحيانا يلقي اللوم على جهة، وأحيانا يوحي اسمع بآخر أن ما يجري ليس في علمه إلى آخره، وأن الأمر يتعلق بتدبير وزارة الداخلية. سبب استمرار هذا الحراك يتنوع يعني ليس فقط هالإجراءات، هذا هناك تدخل يعني الأطباء قطاع العام، وهذا كما صدق سفر في المغرب تحت مجموعة من الاحتجاجات. السبب أن السياسة العمومية فشلت في تحقيق الأهداف التنمية في العديد من القطاعات، من إسراء الفساد وغياب الإجلاس والعقاب إلى آخره. يعني طبيعي جدا أن يولي كما مجموعة من الاحتجاجات، سواء كانت قطاعية قطاعات معينة أو كانت يعني على مستوى جغرافي وموزعة على مستوى المناطق المهمشة والمعزلة، ليس في صدى وحدها ولا الريف إلى آخره، ولكن القاسم المشترك بين كل هذه الاحتجاجات هو أن الساكنة أو المواطنون يبحثون عن جواب حكومي ناجح يرمي الى القطع، مع ان تكون هناك عداله مجاليه، ان تكون هناك تنميه حقيقيه مندرجه، وليس من حتى هذه المصطلحات التي تقال الان ان مغرب النافع وغير مغرب غير النافع، تلك الاستعاره من السيد الياسر الاستعماري. الامر ليس كذلك، الامر ان المغرب كله نافع. صحيح، كله نافع لأقلية من الذين يدبرون الشأن العام، ومغرب طبعا غير نافع للسواد الأعظم من الشعب، سواء كانوا في الرباط أو في طنجة أو في العيون أو في بوجدور إلى آخره. المواطن المدخل لمعالجة هذه الاحتجاجات هو إقرار التنمية، لأن التنمية هي حلقة مفقودة في العديد من مناطق المغرب العميق. الذي لا زال يصارع، لأن الذي لا زال يصارع من أجل لقمة عيش أو كسوة أو لباس، نعم من المناطق المائية ومستوصف يقدم أدنى الخدمات العلاجية، إذا الحكومة تواجه إما بأساليب اللي هي لا 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 السويس والوعود إلى آخره، أو بأساليب للأسف الشديد واضح يعني المقاربة أو ما نسميه بالمقاربة الأمنية، ولا هذه المقاربة الأمنية لم تواكب أن منسوب الوعي لدى المغاربة تطور كثيرا، وبالتالي جعلهم قادرين على إبداع أشكال احتجاجية راقية أول في السلمية بها. واضح جدا. سيد عبد العزيز السلامي الرئيس مرصد السياسات العمومية بالمغرب، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. أشرف، حتى أختم معك باختصار الآن، يعني الحكومة في أكثر من مرة تعلن استعدادها للنظر في هذه الملفات خاصة المتعلقة بالتنمية في هذه الجهات البعيدة ودعنا نقول حتى المهمشة. رئيس الحكومة كان هناك ووعد ببدائل كثيرة متناسبة مع الوضع الاقتصادي كذلك للحكومة. لماذا كل هذا الكلام لم يشكل تطمينا للساكنة هناك؟ عادوا من جديد للتظاهر، يعني هل فعلا ما زالت ما سميته أنت في البداية أزمة الثقة، أم أنه فعلا هناك أطراف أخرى ربما لا تريد لهذا الملف أن
يقع حله بسرعة المطلوبة يعني. لا أصدقك القول، هو أنه التعامل مع هذه الاحتجاجات سواء بجرادة أو بدون أخرى، لا أعرف من المسؤول عن الحسم في الحلول وتقديم البدائل لهؤلاء المواطنين. وأنا أحيلك صديقي العزيز عن زيارة رئيس الحكومة إلى عاصمة الشرق مدينة جردة. نعم. لماذا لم يزر رئيس الحكومة مدينة جردة مع أنها لا تبعد عنها الا ب ب ب ب يعني 60 كيلو او كذا؟ بالتالي يعني كان بامكانه ان يزور المدينه، كان بامكانه ان يطمئن المواطنين، كان بامكانه ان يوقع معهم يعني يعني محضرا او لقاء يستجيب فيه الى عدد من المطالب الاجتماعيه التي يطرحونها. للاسف الشديد كما قلت المغاربه لم يعودوا يشعرون بالثقه سواء في القاده السياسيين أو في النخب المسؤولة داخل المؤسسات، لأنه بكل بساطة يعني المدن المغربية على شاكلة وجدة تعاني يعني من غياب العدالة الاجتماعية ومن الاقتصاء والتهميش الاجتماعي لمدة سنوات، لمدة عقود، وميزانية الدولة المغربية لا تصرف بالشكل المتوازن والعادل مع بين كل جهات المملكة، سواء عندما كانت في التقسيم السابق 16 جهه او الان 12 جهه، ورغم كل الذي قيل يعني وكل الذي كتب داخل الدستور 2011 وكل المراسيم والقانون التنظيمي للجهات، الا ان الدوله لم تستطع بعد اعطاء الجهات المغربيه حقها ومكانتها الحقيقيه، لا من خلال توفير الاعتمادات ولا من خلال ادوات الاشتغال. كيف مثلا لرئيس جهه مثلا لا يستطيع ان يناقش ما هو اقتصادي يعني داخل جهته وداخل مدن الجهه؟ عدد من الاشكالات يعني هي الان يعني تعرقل يعني مجالس جهات عديده بسبب نزاعات سياسيه وبسبب اشكالات يعني مع وزاره الداخليه. هذا هو ما اريد ان اؤكد عليه. ولو قدمت الحكومه عشرات الحلول لكائده هذه المدينه، هناك مداخل اساسيه يجب ان تنهجها. اولا هو استرجاع الثقه، ثانيا الجلوس يعني كلجنه وزاريه او لك وفد حكومي قوي مع هؤلاء المرتجلين والالتزام بخارطه الطريق، ان تظهر نتائج ملموسه على وجه الارض. عندما تتكلم عن البدائل الاقتصاديه يا اخي وفر مناصب شغل مباشره، يعني يعني هناك العديد من الشركات الاجنبيه تستقر في مدينه طنجه، تستقر في مدينه الدار البيضاء، لماذا لا توفر لها الامكانيات واضح جدا الى هذه المدن المهمشه حتى تستطيع ان توفر مناصب الشغل التي يحصل عليها هؤلاء الشباب؟ واذا لم تبادر الحكومه بمثل هذه الحلول الجذريه والملموسه والتي نتائجها تلامس يعني مطالب المواطنين بشكل مباشر، لا اعتقد ان المحتوى واضح جدا. شكرا لك استاذ زميلنا اشرف طريبق الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من الرباط عبر خدمه سكايب. الشكر موصول اليكم سيدي الكرام على حسن المتابعه، موعدنا غدا، السلام عليكم.